اكشن. وبتبدا الحكايه بان انت لازم تشوف الجزء الاول والثاني والثالث عشان بعد كده لما تيجي تخش في الرابع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ده تبقى فاهم الدنيا كلها ماشيه ازاي. امين امين. ويلا بينا نبدا. بتبدا الحكايه بمذيعه بتتكلم في التلفزيون عن عمليه التطهير، وعمليه التطهير دي ان اي حد غير بشري بيقتلوه، يعني لو مصاص دماء بيقتلوه بالشمس، ولو مستذئب بيقتلوه بالفضه. وبيأمن على الكلام ده في التلفزيون دكتور اسمه جايكوب، وبيقول ان اي حد متحول ملوش عندنا علاج وان هو لازم يتقتل وبتاع. وبعد كده بنروح لسيلين وهي بتتفرج على الكلام ده من فوق، وبتبقى مش عارفه تعمل ايه عشان لو وصلوا لها هيقتلوها، فبتقرر انها تهرب. وبيقابلها واحد عشان يقتلها في السكه كده، فبتعمل مع الصحه يعني فاهم، المخرج وسسبنسات وبتاع فاهم. المهم ان هما بيتكتروا عليها فبتفجر المكان كله بيهم. وبعد كده بيروحوا لمايكل، بس بيبقوا عايزين ياخدوه مش يقتلوه لان الحكومه بتبقى عايزاه حي. وبتروح سيلين عشان تنقذه، بينطوا هما الاثنين في البحر. وبعد كده الشرطه بيرموا عليهم قنبله، وبنشوفهم وهما ممسوكين في المعمل، وبتبقى محطوطه في مكان بتتجمد فيه. وبعدها بتفوق وبتسمع حد بيتكلم في المعمل وبيقول ان رقم 2 هربت، وفي الاخر بتنجح ان هي تكسر الازاز وتهرب. وبعد كده بنشوف الدكتور جايكوب هو دخل المعمل، والممرضه بتقول له ان رقم 2 هربت، فبيروح على اوضه المراقبه عشان يشوف الوضع، وبيشوف ان كمان رقم 1 هربت. وبيعرفوا ان هم يحددوا موقعها، وبيفتحوا عليها انابيب غاز بيخليها تنام، بس هي بتفضل تقاوم لحد ما بتهرب من السقف، وبتقعد تضرب في ناس وناس تضرب فيها، وكل ده بيبقى الدكتور جايكوب شايفها في شاشه المراقبه. وبعد كده بتهرب وبتروح على المكان اللي اخر مره كانت فيه مع مايكل قبل ما يقبضوا عليهم، فبتشوف ان المكان مهجور وقديم وبتاع، فبتسال بتاع الامن بتقول له هو المكان شكله كده ليه، فبيقول لها ده مقفول بقاله 12 سنه، فبتفهم ان هي بقالها 12 سنه كانت نايمه في المعمل. وبعد كده بنشوف سيلين وهي ماشيه مستغربه ان هي بقالها 12 سنه كانت نايمه مش حاسه بحاجه، وفي نفس الوقت بتبدا تشوف ذكريات غريبه، يعني ذكريات لحاجات هي ما عملتهاش اصلا فاهم. وبعد كده بنروح نشوف جثه ومكان فيه حكومه وبتاع، وبيبقى فيه ظابط بيقول الهجوم ده اكيد حصل من مستذئب واكيد مش من بشر وبتاع. فالظابط التاني بيرد عليه بيقول له اصل مفيش الكلام دوت، بعد التطهير ما فيش، سمعناش عن مستذئبين يا ابني، هتصغرنا ولا ايه. وبعدها بيجي له تليفون، واللي بيكلمه بيقول له اللي حصل في المعمل، وان هو لازم يتجه على هناك دلوقتي عشان يروح يحقق معاهم. وبعدها بنشوفه هو في المعمل مع جايكوب، فالظابط بيقول للدكتور ايه بقى في ايه، فالدكتور بيقول له ايه في ايه، مفيش اي حاجه خالص. قال له سمعنا ان في ناس هربت من عندكم بتاع، فالدكتور بينكر الكلام دوت وبيقول له لا، احنا لو في اي حاجه بنسيطر عليها، غير كده وكده احنا جهه بنمنع انتشار العدوى فقط، ولو حصل عندنا اي حاجه احنا اللي هنبلغ الشرطه بنفسنا. ومن هنا بنفهم ان البلاغ من اول كان من شخص مجهول، وفي الاخر البلاغ بيتايد ان هو بلاغ كاذب. وبعد كده لما بيرجع العربيه لصاحبه، صاحبه بيوري له صوره كانت سيلين وهي هربانه من المعمل، فالظابط بيبدا يشك ان في حاجه. وبعد كده بنروح لسيلين وهي ماسكه دكتور في اوضته مدغدغاه، وزنقته في الازاز وقالت له انا عارفه ان اللي قلل درجه حراره الثلاجه بتاعتي كان نصه مستذئب ونصه مصاص دماء. فالدكتور بيفضل يقول لها ان دي معلومات سريه وبتاع، لحد ما بتهدده ان هي هتحذفه من البلكونه، وفي الاخر بيقول لها ان هما الاثنين دمهم ليه صله ببعض، ومعنى كده ان هما الاثنين يقدروا يشوفوا بعين بعض حتى لو هما الاثنين مش مع بعض. وبعدها بتسيبه يقع، وبعد ما بتحذفه بتنزل وراه، بتبدا فعلا ان هي تشوف بعين حد تاني، فبتعرف ان هي تحدد مكانه وبتروح عليه، وفي نفس الوقت بيكون في واحد مراقبها. وفي الاخر بتقفشه عند المواسير وبتثبته بالمسدس، فبيقول لها ايه دي، انا مصاص دماء زيك بالظبط. وبيبداوا يشوفوا ان في مستذئبين حواليهم وبتاع، وفي نفس الوقت سيلين بتبدا تشوف بعين الشخص اللي هي مرتبطه بيه، وبتعرف ان هو في نفس المكان معاهم، وبتشوف ان في مستذئب كمان بيهجم عليه. ولما بتروح وبتنقذها بتلاقيها بنت صغيره، وبتبقى هي دي البنت اللي نصها مستذئب ونصها مصاص دماء. وبنعرف كمان ان هي كانت رقم 2 اللي كانت هربت من المعمل في اول الفيلم خالص. فبياخدوا البنت وبيركبوا كلهم عربيه وبيهربوا، وبعد كده بيهجم عليهم مستذئبين بس بيقدروا ان هم يقتلوهم. وبتشوف البنت وهي متحوله، فالبنت بتقول لها انا متاكده ان انت امي عشان انا بشوف من خلال عينيكي، وبتبدا ان هي تمص دمها عشان تشوف ذكرياتها، وبتشوفها فعلا وهي في المعمل، وبيفهموها ان امها ماتت. وبعد كده بنشوف الدكتور جايكوب في المعمل وهو واقف مع دكتوره، وبتقول له ان احنا محتاجين نبلغ البوليس عشان الحالات اللي هربت، فبيحرجها وبيقول لها بصي كلي عيش بقى، وايه مالكيش دعوه بالحوار ده خالص، وخليكي في حالك بقى ماشي خلاص كلي عيش بقى. وبعد كده بنروح للمكان اللي عايش فيه الواد اللي كان مع سيلين، وهو شايل البنت وداخلين جوه، وبنشوف ابوه بيبقى باين عليه ان هو مش مرتاح لسيلين، بيقول لابنه يا ابني دي مطلوبه، يا ابني انت كده يا ابني بتعرضنا كلنا للخطر، يا ابني احنا هربانين اصلا من طوفان وحاجات عايزه تقتلنا، انت عبيط يا ابني. وبنعرف ان الراجل دوت عارف قصه سيلين كامله، وبيبقى بيكرهها عشان ماضيها ان هي حبت مستذئب وقتلت 2 من حكام مصاصين الدماء. وبعد كده بتيجي الدكتوره تخلي البنت تمص من دمها وبتفوقها وبتاع، وبعدها بتقعد تعيط وتفتكر يوم مايكل بقى ما اترموا عليهم القنبله وبتاع والكلام ده. وبعد كده بيجي لها الواد ده، وبنعرف ان اسمه بليد، وبيقعد يطمنها وبيقول لها ما تخافيش احنا هنحميكي وبتاع، بس بيجي ابوه يفصله يقول له باشا احنا مش هنحمي حد، الحكومه بتدور على البت دي تحت
تحديدا، وهم الناس دي مشكلين لنا خطر، فهيخلعوا مننا وخلصونا بقى. بس بليد بيبص له بصه اللي هو ايه مش جاي معايا سكه الكلام ده، انا احميه وما تشغلش دماغك فاهم. بس ما قالهالوش، هو يبص له البصه اللي تعني هذا الكلام فاهم، جو مخرج بقى وبتاع فاهم. عملت لايك صحيح، وبعد كده بتروح تقعد مع بتاع شويه وبتاع، وفي نفس الوقت بيكون في مستذئبين هجموا على المكان اللي هم فيه، فبتبدا ما بينهم كلهم معركه، وبيتحولوا كلهم على كل المستذئبين، حتى البت الصغيره دي بتتحول وبيقتلوهم كلهم، وده طبعا مع نص ساعه سسبنس في النص يعني. بس بعد كده بتشوف مستذئب حجمه كبير قوي كبير، يعني اللي هو فاهم مش الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، لا حجمه كبير اوفر وقوي اوفر. المهم ان الكائن ده دي واحده كده فاهم بيغمى عليها، بتصحى تاني يوم الصبح بتلاقي المكان كله متدمر وهي بتبقى لوحدها، بس بتطلع بره وبتلاقي العيله نصها مقتول، وبيعرفوا ان المستذئبين خدوا بنتها، ولما بيشوف ابنه مات قدام عينه بيقعد يقول لا دي سبب يا بنت الكلب، وبتقعد تزعله وتقول له اقسم بالله انت حمار ما فاهم اي حاجه اصلا، وبتعور نفسها وبتدخل ايديها في جسمه وبتحط ايديها على قلبه وبتخليه يعيش تاني وبتاع، شغل فامبايرز يعني فاهم. وبتسيبهم وبتخلع، وبعد كده وهي ماشيه بتستنتج ان بنتها راحت المختبر بتاع دكتور جيكوب، وبيبقى في بالها برده ازاي المستذئبين بقوا اقوياء بالطريقه ديت، فبتفهم ان في حاجه غلط بتحصل في المعمل ده. وبعد كده بنشوف الظابط اللي شفناه من شويه دوت وهو نازل من عربيته في جراج، وهو خارج سليم بتيجي في وشه بالمسدس سلام عليكم. سليم بتقول له فهمني بقى كده ازاي مفيش اصلا من عمليه التطهير مستذئب ظهر، وازاي بقى في مستذئبين ظهروا لي كتير هناك وبقوا اقوياء اقوى من الاول على حد ما افتكر من 12 سنه، فمالكم بقى حكومه فيه التقرير بتاعكم كده مهزوز في حاجه غلط في حكومه. وبعد كده بياخدها معاه وبيحكي لها كل حاجه وبيقول لها برده انا من بدري كنت مستنتج ان في حاجه غلط، ولما بيبقى هما الاثنين متفقين ان في حاجه غلط فعلا بتحصل في الموضوع ده، فسليم بتقترح عليه ان هما يروحوا المعمل عشان هي شاكه فيه، وبنفهم ان في حد في الحكومه ليه يد في الموضوع دوت، بس لحد دلوقتي احنا مش عارفين هو مين. وبعد كده بنشوف الدكتور جيكوب في المعمل مع مستثمرين، وفجاه بتدخل عليه الدكتوره اللي هو كان بيتعارك معاها من شويه، وبتبدا تلمح له ان في حاجه غلط بتحصل، فبيقول لها احفظي مكانك بقى كده واعرفي ان انت هنا ايه في مجرد ممرضه. والراجل لسه ما كملش كلامه ويكون ابنه داخل بيروح جاي في الاخر ديب مخلص عليها، وبنعرف ان ابنه ده حد مستذئب، وبكده الصوره بتبقى واضحه لنا شويه ان الناس ديت مش تمام في حاجه غلط. وبعد كده بيروح الدكتور وابنه يقعدوا مع بعض يتكلموا وهو بيديله حقنه، وبنعرف ان هم اتحقنوا بدم الهجين البنت اللي هي اصلا بنت سيلين، لان هي فيها قوتين المستذئب ومصاص الدماء، وبكده قوتهم بقت 3 اضعاف ومفيش اي اسلحه هتاثر فيهم حتى لو الفضه، والفضه دي المفروض ان هي فاهم الحاجه الوحيده اللي بتقتل المستذئبين لما بتجري بدمهم يعني فاهم. وبعد كده بيبدا يخدر البنت بالغاز عشان هيبدا يعمل عليها تجربه وعمليات وبتاع، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه سيلين بتبقى مع الضابط وبتقعد تحضر في اسلحه وبتاع عشان يروح على المعمل يشوفوا الدنيا بقى ايه والدنيا فاهم يعني مخرج بقى سسبنسات فاهم. وانا مقفور ليه كده في السكه، الضابط بيحكي لها حكايته وبتاع، بيقول لها على فكره انا مراتي كانت مصاص الدماء وماتت ومن ساعتها فاهمه وانا طريق كده اي حد بيخطف قلبي على طول فاهمه. قال لها لا صحيح انت ازاي مصاص الدماء وما كنتيش من الشمس يا بت انت؟ بتقول انا مصيت دم واحد ابو ناس زمان كده فاهم، ومن ساعتها انا تمام كان من الجزء اللي فات بقى، فرجعت اتفرج عليه عشان تفهم فاهم. وبعد ما بيوصلوا المعمل بيديها سماعه كده عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض ويكملوا الخطه وبتاع، ولما بتدخل المعمل بتبدا تدخل على الاسانسير وتحط قنابل كده جوه وبتاع وبتفجر المبنى كله، ولما بتدخل الحراس بيبداوا ان هم يتحولوا للمستذئبين وبتاع، بس هي بتقضي عليهم كلهم. وبعد كده بنعرف ان القنابل اللي هي حطيتها ديت فيها حاجه زي فضه، المهم ان هم لازم يخلوا المكان دلوقتي، وبتشوف بنتها وهي مع الدكتور، بس الذئاب التانيين بيبداوا ان هم يهجموا عليها، وبتنزل تستخبى في اوضه تانيه في المعمل وبتشوف فيها الثلاجه اللي محبوس فيها مايكل اللي هو المفروض جوزها وابو بنتها اللي هي داخله عمليه دلوقتي، فمش بتعرف تنقذها عشان تروح تنقذ بنتها الاول، بس قبل ما تمشي بتدي الثلاجه طلقه كده عشان تفضي الهواء اللي فيها وبتاع فاهم. بس وهي نازله بتقابل ابن الدكتور وبتشوفه وهو بيتحول وبيبقى كائن فعلا كبير وغريب عشان يتحقن بدم بنتها، وفي نفس الوقت البنت بتتحول والدكتور هو كمان بيتحول وبتقلب بقى ايه مجزره فاهم. طبعا سسبنسات في ضرب بقى، مش عارف مين كان هيموت الاول في مين هيموت الثاني وبتاع مش عارف ايه فاهم الشويه دول. وفي وسط الضحك كده كله بيظهر ديفيد، واللي عرفنا ان هو بعد كده مش اسمه بليد، هو اسمه ديفيد، فاعذروني الواد ده اسمه ما كانش ليه ظهور كتير بس هو اسمه ديفيد، انا حبيت بس ايه عشان ضميري المهني، انت ممكن اعديها وانت مش تاخد بالك على فكره، بس عشان انا بحبك قلت لك فاهم. انا رغاي ليه كده نكمل. وفي الاخر البنت بتقتل الدكتور بره، وفي الاخر بنعرف برده ان هي اسمها ايفان نسيت اقول لك في الاول، بالحب بالحب. وسيلين الناحيه الثانيه بتعرف ان هي تحط قنبله في بطن ابنه وبتفجره، وديفيد اللي جه في الاخر بيكون خلص على باقي المستذئبين العاديين، وبترجع عشان تشوف مايكل بس مش بتلاقيه في الثلاجه، وبنكتشف ان بنتها ابتدت تشوف بعينه وبتعرف ان هو فوق سطح المبنى اللي هم فيه دلوقتي، ولما بتطلع فوق عشان تبص عليه بتلاقيه اختفى. وبينتهي الفيلم هنا، بس لسه القصه كلها ما انتهتش وهنكملها مع بعض الجزء الخامس في الفيديو الجاي. فانزل انت بقى يا اسطى لايك سبسكرايب فعل زر الجرس بتاع مش عارف ايه الكلام ده كله يعني فاهم، يعني فاهم في قصه كده جايه الموضوع كله جميل. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.